السلام عليكم أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، أهلا بكم في هذه الحصة التعليمية والتي سنخصصها لمادة التاريخ مستوى الأولى بكالوريا شعبة العلوم التجريبية والتقنية. إذا هذه الوحدة عنوانها هو التنافس الإمبريالي والسير نحو الحرب العالمية الأولى. هذا الحدث البارز والذي له يعني مجموعة من التأثيرات لما بعده، خصوصا وأنه يؤتت لتاريخ أوروبا خلال القرن العشرين، وبالتالي سنحاول معرفة أهم المظاهر وأسباب التنافس الإمبريالي من خلال هذه الوحدة، ثم ننتقل إلى الحديث عن اندلاع الحرب العالمية الأولى. إذا كتقديم، دائما حينما نتحدث عن التاريخ نتحدث عن تأثير الحدث زمنيا ومكانيا ثم موضوعيا. بالنسبة من خلال المقدمة يظهر لنا على أن الفترة المدروسة هي فترة القرن التاسع عشر أو أواخر القرن التاسع عشر، وكذلك مطلع القرن العشرين. إذن هنا شهدت الدول الأوروبية مجموعة من التحولات الاقتصادية بطبيعة الحال خلال القرن التاسع عشر والاجتماعية والفكرية. نقصد بما هو اقتصادي ظهور النظام الرأسمالي وبروزه بشكل كبير جدا خلال هذه الفترة من خلال مجموعة من المظاهر التي سنتحدث عنها فيما بعد. إذن هذا النظام الرأسمالي سيؤدي إلى تحولات اجتماعية. لا يمكننا الحديث عن تحولات اقتصادية بدون الحديث عن تأثيرات على المستوى الاجتماعي. هنا على المستوى الاجتماعي سنرى ظهور تفاوتات طبقية وتفاوتات اجتماعية بين الطبقة البرجوازية المهيمنة وبين الفئات طبقة البروليتاريا والطبقة العاملة المستغلة والمضطهدة في هذه الفترة. إذن هذا السياق الاقتصادي والاجتماعي سيولد لنا ظهور مجموعة من الحركات الفكرية وخصوصا الفكر الاشتراكي الذي سيحاول أن يلعب دور المدافع عن الطبقة العاملة. إذن هذا السياق بشكل عام سيؤدي بأوروبا للبحث عن منفذ ومخرج من هذه الأزمات التي تعانيها على المستوى الاجتماعي خصوصا، والحل يكمن بطبيعة الحال في البحث عن مستعمرات. إذن هنا هذه الدول ستدخل في ماذا؟ ستدخل في تنافس فيما بينها من أجل حصول على أكبر مساحة من المستعمرات. من أجل ماذا؟ من أجل التخلص من هذه المشاكل. إذن الأسئلة التي سنجيب عنها خلال هذه الحصة: مظاهر التنافس الإمبريالي على المستوى الاقتصادي والسياسي بين الدول الأوروبية، ثم سنتطرق إلى الوسائل التي اعتمدتها الدول الأوروبية، وهي وسائل يعني نجد على أنها متشابهة فيما بينها، هي وسائل إما عسكرية تعتمد على القوة وإما دبلوماسية، يعني مسألة الحوار بين الدول من أجل حل الخلافات وتسويتها بين الدول الأوروبية من أجل اقتسام المستعمرات. وكذلك بطبيعة الحال هناك مجموعة من الأزمات السياسية التي سترتب عن هذا الوضع. لماذا؟ لأنه لا يكون دائما هناك اتفاق ينصف الطرفين. بالتالي سنتعرف على أهم الأزمات التي ستؤدي إلى احتقان الوضع وستزيد الأمور سوءا وستؤدي بالعالم إلى حرب شاملة هي الحرب العالمية الأولى. ثم في الأخير ربما سنتحدث عن السبب المباشر في اندلاع الحرب العالمية الأولى. جيد، إذن المحور الأول الذي سنحاول الإجابة عنه مظاهر التنافس الإمبريالي، يعني ما هي تجليات التنافس على مستوى سنبدأ على مستوى الاقتصادي. نعرف جميعا على أن النظام الرأسمالي بطبيعة الحال لا يمكنه العيش بشكل منغلق، وإنما بطبيعة الحال الانفتاح والبحث عن مستعمرات من أجل التوسع. نجد هنا أن أوروبا عاشت خلال القرن التاسع عشر، لا نقول نشأت، وإنما تطور النظام الرأسمالي بشكل كبير، لأننا حينما نتحدث عن النظام الرأسمالي نتحدث عن منذ القرن الخامس عشر وهو في تطور، لكن لم يظهر بشكل واضح في كل الدول وفي فترة زمنية محددة، وإنما أخذ يتشكل تدريجيا، لكنه برز بشكل واضح خلال القرن التاسع عشر. لماذا؟ إذا هنا حينما تطور هذا النظام الرأسمالي بماذا تميز؟ ارتفاع الإنتاج على المستوى الفلاحي والصناعي،
وكذلك تزايد الحركات التجارية يعني فائض في الإنتاج. نعرف جميعا على أنه حينما يكون لدينا فائض في الإنتاج نبحث عن ماذا؟ نبحث عن أسواق. كذلك تزايد ديموغرافي متسارع، عدد السكان يرتفع بشكل كبير جدا، وهنا نتحدث عن تحسن التغذية والتطبيب ومجموعة من الأشياء. كذلك من ناحية أخرى تزايد الفوارق، تحدثنا عنها سابقا، يعني تزايد الفوارق الاجتماعية بين الطبقة البرجوازية التي تعيش الرفاهية والطبقة العاملة الكادحة والتي تعاني جل ظروف اجتماعية يعني قاهرة. إذن هذا بطبيعة الحال سيولد لنا كما تحدثنا سابقا عن بروز حركة فكرية والفكر الاشتراكي للدفاع عن هذه الطبقات المضطهدة، وبالتالي سيفرض على الحكومات والدول الأوروبية البحث عن منافذ لتصريف مشاكلها. من المشاكل التي تعاني منها أوروبا والتي تحاول تصريفها تصريف فائض الإنتاج، البحث عن أسواق من أجل تصريف فائض الإنتاج سواء الصناعي وكذلك البحث عن المواد الأولية لمجال أغذية الصناعة. نتحدث عن الصناعة قوية جدا، خصوصا نتحدث عن فرنسا وعن بريطانيا، وكذلك تصدير رؤوس الأموال من أجل البحث عن استثمارات خارجية. إذن كذلك فيما يخص الفوارق الاجتماعية يجب أن نشجع الفقراء على الهجرة إلى المستعمرات من أجل الحصول على فرص الشغل. جيد. كذلك والحد من البطالة والأزمات الاجتماعية. كذلك نقول على أنه في الأخير أن النظام الرأسمالي يعاني أزمات دورية، وهذا بطبيعة الحال متجدر في النظام الرأسمالي نتيجة للمبادئ المتبنات مثل الحرية والمنافسة، وبالتالي لا بد أن يكون النظام الرأسمالي أو أن يعيش مشاكل مرحلية. جيد. إذن هذا بطبيعة الحال هذا الوضع حينما نتحدث عنه لا نتحدث عن دولة واحدة في أوروبا، إنما نتحدث عن جميع الدول الأوروبية، كل له نفس المشاكل وكل يبحث عن مستعمرات، وبالتالي سيبدأون في التنافس والصراع من أجل الحصول على أكبر مساحة من المستعمرات. إذن هذا سيولد لنا ماذا؟ صراع بين قوى تقليدية، نتحدث عن بريطانيا التي تحتكر الاقتصاد الأوروبي بطريقة معينة منذ القرن 18، وهي التي انطلقت فيها الثورة الصناعية وهي التي تتوفر على أسطول البحر. كذلك فرنسا التي أخذت تتوسع بدورها وتحصل على مستعمرات. لكن القوى الجديدة سنجد ظهور قوى جديدة أهمها هي ألمانيا. لماذا ألمانيا؟ لماذا ألمانيا؟ بطبيعة الحال لأنها سيكون لها تأثير واضح سواء في الحرب العالمية الأولى أو في الحرب العالمية الثانية، وستلعب دورا مهما في رسم الخريطة السياسية الجديدة لأوروبا. إذا كذلك ستظهر لنا بعض القوى الأخرى كهولندا وبلجيكا وإيطاليا. إذا هنا بطبيعة الحال سيظهر لنا مفهوم التنافس، دور مجموعة من القوى أجل التنافس. إذن هذا التنافس الاقتصادي، هنا نتحدث عن التنافس السياسي. التنافس السياسي هذه الخريطة تعبر عنه بشكل بسيط جدا. نبدأ ببريطانيا أو إنجلترا. إنجلترا كما نعرف لديها أسطول بحري قوي، صناعة قوية، تجارة قوية، وتريد البحث عن أسواق. إذا ترغب في الحفاظ على إمبراطوريتها بالتحكم في البحار وكذلك الوصول إلى طريق أو التحكم في طريق الهند، القوة الجديدة التي تضايقها هي ألمانيا. إذا ألمانيا كما سنرى تخشى التفوق البحري الإنجليزي، وكذلك لها أطماع في أفريقيا وخصوصا المغرب، وسنتحدث عن هذا بشكل مفصل. ثم كذلك على مستوى الجبهة الشرقية لها أطماع في تركيا. هنا نتحدث عن تركيا. لماذا تركيا مستهدفة من طرف ألمانيا؟ لأن تركيا بطبيعة الحال تلقب بالرجل المريض وتعاني جل المشاكل، وهي من أكثر المناطق التي يجب استغلال ظرفيتها من أجل السيطرة على ممتلكاتها. كذلك أرادت ألمانيا الحصول على جزء من روسيا. هنا تستغل ماذا ألمانيا؟ تستغل ضعف روسيا من الناحية أن روسيا دولة لا زالت تعيش تحت النظام الإقطاعي، لا زالت ليست لديها صناعة، وبالتالي في دخولها مع ألمانيا إلى حرب بطبيعة الحال هذا سيؤدي إلى توسعات ألمانيا وتحقيق نتائج. نمر إلى طرف الصراع الآخر. نبدأ بالصراع الأول حينما تحدثنا عنه، وجدنا الصراع بين بريطانيا وألمانيا. كذلك ألمانيا كانت لديها صراع مع فرنسا. لماذا؟ خصوصا منطقة الألزاس واللورين، وهو حادث سنردده في مجموعة من المناسبات. يعني منطقة الألزاس واللورين دائما ما كانت منطقة صراع ونزاع حتى الحرب العالمية
الأولى والحرب العالمية الثانية استمرت منطقة نزاع بين ألمانيا وفرنسا. إذن هنا بطبيعة الحال فرنسا كانت تريد استرجاعها من ألمانيا. نمر إلى الصراع الآخر، نتحدث عن النمسا المجر. النمسا تستهدف صربيا، تحاول السيطرة عليها وتتضايق من تزايد المد التحرري للشعوب السلافية. هنا نتحدث عن الوحدة السلافية بزعامة صربيا. إذن صربيا كانت تريد أن توحد الدول التي تتحدث اللغة السلافية وتجمع القومية السلافية، بينما النمسا كانت تعارض هذا وروسيا كانت تدعم صربيا. بينما نتحدث عن الطرف الأخير إيطاليا، فقط تريد الحصول على بعض المستعمرات سواء في النمسا أو في دالماسيا أو مراقبة بعض المناطق التجارية. إذن لم يكن لها صراع مع طرف معين، وإنما كانت فقط تريد التوسع على حساب بعض المناطق. نمر مظاهر التنافس الاقتصادي. نمر إلى المحور الثاني. إذا تحدثنا عن مظاهر التنافس، قلنا على أنه تنافست من أجل الحصول على أسواق، من أجل الحصول على مجموعة من الأشياء، وكذلك من أجل الحصول على مستعمرات على المستوى السياسي. إذا ما هي الوسائل التي ستعتمدها هذه الدول للحصول على ما تريد من المستعمرات؟ إذا نبدأ، سنتحدث عن ثلاث عناصر رئيسية. أولا عقد التحالفات العسكرية. أجل ماذا؟ كل الدول الأوروبية أدركت على أنه هناك حدث سيقع، هناك حرب ربما ستنشب بين هذه الدول، وبالتالي يجب الاستعداد لها من أجل حماية نفسها. إذن تم عقد مجموعة من التحالفات العسكرية. هنا نفهمها بشكل مبسط، نتحدث عن نظام التحالف الألماني ضد نظام التحالف الفرنسي، يسمى كذلك نظام التحالف الألماني أو نظام التحالف البيسماركي نسبة إلى بيسمارك المستشار الألماني، في صراع مع نظام التحالف الفرنسي. لماذا أطلقت هذه التسمية؟ لأن هذه الدول هي التي أخذت تعقيد هذه التحالفات وهي الطرف الرئيسي فيه. وبطبيعة الحال ألمانيا وفرنسا دائما يجب أن نتذكر هناك علاقة صراع، جوار وصراع. إذا التحالف كان لدينا هنا التحالف الثنائي الألماني النمساوي، إذا تحالف ألمانيا مع النمسا، إذا تحالف سري استهدف ضمان أمن ألمانيا من أي هجوم فرنسي. وكذلك نضيف هنا إيطاليا إلى التحالف الألماني النمساوي سنة 1982، بطبيعة الحال حلف دفاعي ضد أي هجوم خارجي. فرنسا بدورها عقدت اتفاقية تقارب مع روسيا وتوخت الدفاع على حدود الدولتين ضد أي هجوم محتمل من طرف دول التحالف الثلاثي. هنا فرنسا عقدت اتفاقية مع بريطانيا، وكانت بطبيعة الحال مسألة تبادل المستعمرات ومسألة تعاون. على مستوى الاتفاق الثالث أو الحلف الثالث الذي جمع فرنسا بدول أخرى هو الذي جمعها بإنجلترا وروسيا. إذن كذلك هو لنفس الهدف، حلف عسكري موجه للدفاع عن هذه الدول ضد أي هجوم محتمل. إذن هذا سيولد لنا قبل الحرب العالمية الأولى تحالفين، التحالف الثلاثي الألماني. هنا نقول ثلاثي لماذا؟ لأنه يجمع ألمانيا النمسا إيطاليا، لكن في حقيقة الأمر حينما نتحدث عن ما هو عملي خلال الحرب سنجد إيطاليا تتماطل ولا تدخل إلى جانب هذه الدول، بل بالعكس ستكون إلى جانب الفرنسي الروسي لأنها فقط كانت تبحث عن مصالح استعمارية. ثم لدينا الوفاق الثلاثي، كذلك فرنسا روسيا وبريطانيا، لكن هذه الدول بطبيعة الحال ستشارك إلى جانب بعضها في الحرب. نمر إلى العنصر الثاني. إذا تحدثنا في العنصر الأول عن التحالفات، ثانيا التسابق نحو التسلح. إذا هنا الرفع من نفقات الحرب، حيث أخذت الدول تصرف أموالا طائلة من أجل الرفع من القوات العسكرية. مثلا نلاحظ هنا بشكل مبسط أن بريطانيا تفوقت على مستوى النفقات العسكرية الخاصة بما هو بحري، بينما ألمانيا تفوقت على مستوى النفقات العسكرية البرية. ونحن نعرف الجيش الألماني على المستوى البري حينما ندرس مراحل الحرب وأحداثه. في 1914 فرنسا صرفت 1718 مليون فرنك، وروسيا
826 مليون روبل، وإنجلترا 77 مليون جنيه استرليني، وهي أرقام يعني كبيرة إذا تحدثنا عن هذه الفترة خصصت هذه الدول، وهي بطبيعة الحال مؤشر على أن على إحساسها بأن هناك حدث سيقع والذي سنتحدث عنه بطبيعة الحال. كذلك الرفع من عدد القوات العسكرية تمثل في ماذا؟ تعميم الخدمة العسكرية الإجبارية، الرفع من حجم الجيوش النظامية والاحتياطية، وزيادة وتطوير الأسلحة. العنصر الثالث هو عقد اتفاقيات لتسوية الخلافات واقتصاد المستعمرات. إذن هنا هذه الدول ستلجأ إلى ما هو دبلوماسي، إلى ما هو سياسي، إلى مسألة الحوار أجل اقتسام المستعمرات وتجنب الحرب. بطبيعة الحال نلاحظها الآن مجموعة من الاتفاقيات تعقد الآن أجل حل المشاكل حتى لا يدخل العالم في 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 نوع من الحروب، وهذا بطبيعة الحال يتكرر في التاريخ. إذن أجل فهم هذا العنصر سنحدد عناصر كل مؤتمر، سنسمي المؤتمر وموضوعه أطراف المتفاوضة، من حضر هذا المؤتمر إلى جانب الأطراف المتفاوضة وماذا ترتب عليه. إذن لدينا أول مؤتمر هو مؤتمر برلين الأول 1878، كان هدفه منه إدخال تعديلات على معاهدة سان ستيفانو، يعني في نفس السنة مارس في سنة 1878. معاهدة سان ستيفانو هذه يعني جاءت بعد هزيمة الإمبراطورية العثمانية أمام روسيا في حرب طويلة، وبالتالي فقدت الإمبراطورية العثمانية مجموعة من الممتلكات، ومؤتمر برلين سيزكي هذه الاتفاقية. إذا نقول على أن الأطراف المتفاوضة كانت هي الإمبراطورية العثمانية، نمسا وروسيا ومجموعة من دول البلقان الأخرى بحضور فرنسا وإنجلترا وألمانيا. الخاسر الأكبر بطبيعة الحال والإمبراطورية العثمانية، لأنه سيتم اقتطاع مجموعة من أجزائها وخصوصا لصالح روسيا والنمسا. مؤتمر آخر هو مؤتمر مدريد. مؤتمر مدريد نظر في مشكلة الحماية الفردية أو ما يسمى بالحماية القنصلية، هي مجموعة من الامتيازات كانت تعطى للمغاربة الذين يتعاملون مع الأجانب، سواء امتيازات ضريبية أو عدم الخضوع للقضاء، وهذا يرد في دروس المغرب. إذن المغرب هنا دعا إلى ماذا؟ دعا إلى عقد مؤتمر مدريد من أجل التقليص من هذه الحماية القنصلية. حضرته معظم الدول الأوروبية بالإضافة إلى المغرب، وكان بطبيعة الحال الخاسر في هذه المعركة هو المغرب بعد تعزيز الحماية الفردية وإعطاء حق الملكية للأجانب. إذن هنا نقول على أن المغرب فشل في هذه المفاوضات. كذلك نتميم، لدينا مؤتمر برلين الثاني 1884-1885، كان الهدف منه تسوية الخلافات حول مناطق النفوذ في القارة الإفريقية. كيف نقتسم القارة الإفريقية نحن دول أوروبا؟ بطبيعة الحال اجتمعت فيه الدول الأوروبية وتم تقسيم القارة الإفريقية بين تلك الدول من أجل الحصول على مستعمرات. كذلك لدينا مؤتمر الجزيرة الخضراء. مؤتمر الجزيرة الخضراء هذا كما نتحدث عنه جاء نتيجة محاولة ألمانيا التضييق على فرنسا، لأن فرنسا كانت تريد الحصول على المغرب والجزائر وتونس ومجموعة من المستعمرات. ألمانيا وفرنسا عقدت مجموعة من الاتفاقيات، أعطت لإيطاليا ليبيا اتفاق 1902، وأعطت لبريطانيا مصر اتفاق 1904. ماذا أخذت ألمانيا؟ نقول على أن ألمانيا خرجت خالية الوفاض، وبالتالي هي الدولة التي ستحاول أن تنغص على فرنسا من أجل الحصول على بعض المستعمرات. إذن نقول هنا كان غيوم الثاني دعا الدول الأوروبية إلى عقد هذا الاتفاق، كان الغرض منه هو تسوية الخلافات خصوصا بين فرنسا وألمانيا. حضرته 12 دولة أوروبية والبلد المعني المغرب، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هذا المؤتمر زكى الوجود الفرنسي والإسباني في المغرب بتكليف فرنسا وإسبانيا بتشكيل شرطة بالموانئ المغربية وإنشاء بنك مخزني، يعني وعزز الوجود الفرنسي الإسباني. المحور الثالث وهو آخر محور، الأزمات السياسية الكبرى قبيل الحرب. هنا سنتحدث عن أزمة المغرب وأزمة البلقان. لماذا المغرب هنا؟ لأن المغرب ذو موقع استراتيجي، لديه جل مؤهلات ينفتح على واجهتين بحريتين
بوابة أوروبا على إفريقيا، يعني كل الدول الأوروبية تريد الحصول على هذا البلد، خصوصا حينما نتحدث عن هزيمة المغرب في معركة إسلي 1844. ظهر على أن المغرب ضعيف أولا، وثانيا كانت هذه الدول تريد الحصول عليه قبل هذه المعركة، وحينما ظهر ضعفه يعني أصبح من أكثر المستعمرات المطلوبة من طرف الدول الأوروبية. إذن بطبيعة الحال هنا فرنسا ستحاول يعني بكل الوسائل من أجل الحصول على هذه المستعمرة. إذن الأزمة الأولى هنا كي نبسط الأمر صراع بين فرنسا وألمانيا. إذن تمهيد فرنسا لاحتلال المغرب بعقد اتفاقيات مع كل من إيطاليا، تحدثنا أنها أخذت ليبيا، وإنجلترا التي أخذت مصر، وإسبانيا التي ستكون لها أجزاء في المغرب، مما أثار غضب ألمانيا التي لها أيضا أطماع استعمارية. في إطار ذلك قام غيوم الثاني بزيارة مدينة طنجة، وألقى فيها خطابا يعبر عن سيادة واستقلال المغرب، وهو في حقيقة الأمر لا يريد إلا الضغط على فرنسا من أجل الحصول على مستعمرات. كذلك بالنسبة للأزمة المغربية الثانية، كذلك بين ألمانيا وفرنسا، قامت ألمانيا بالتهديد بعد اعتقال بعض رعاياها بالدار البيضاء من طرف السلطات الاستعمارية الفرنسية. إذن هنا سيتم عرض الأمر على المحكمة الأوروبية التي حكمت بطرد القنصلين الفرنسي والألماني. هو حدث ليس بأهمية كبيرة، وإنما هو حدث عابر بالمقارنة مع الأزمتين الأولى والثالثة. الأزمة الثالثة هذه كانت ستؤدي إلى اندلاع الحرب قبيل زمانها. إذن نقول على أن الحرب كانت قد تندلع في 1911. لماذا؟ لأن احتلال فرنسا لمدينة فاس وبداية توسعها في المغرب دفع ألمانيا إلى إرسال سفينة حربية إلى أكادير، بذلك كمؤشر على اندلاع الحرب. إذن هنا ماذا ستفعل فرنسا؟ ستضطر إلى التنازل عن جزء من مستعمراتها لألمانيا حتى لا يكون هناك صراع مسلح. إذن هنا بطبيعة الحال حصلت ألمانيا على ما كانت تريد من حوض الكونغو. لكن هل توقفت هذه الخلافات؟ إذن بقيت مجموعة من الخلافات والصراعات بين هذه الدول. إلى جانب أزمات المغرب التي تحدثنا عنها، لدينا أزمات البلقان. هذه المنطقة التي تقع في الجنوب الشرقي لأوروبا كانت لديها مجموعة من المشاكل السياسية. لماذا؟ لأن هذه المنطقة كانت تحت تصرف الإمبراطورية العثمانية لمدة زمنية طويلة جدا، ونعرف على أن الإمبراطورية العثمانية أخذت تعيش مجموعة من المشاكل وتتدهور، وكما تحدثنا سابقا تلقب برجل أوروبا المريض، وبالتالي أخذت الدول الأوروبية تتنافس من أجل الحصول على بعض الأراضي في أوروبا الشرقية، والتي كانت في ممتلكات تدخل في ممتلكات الإمبراطورية العثمانية. هناك بعض الدول التي أرادت استقلالها، يعني كانت هناك مجموعة من المشاكل. هذا السياق سيولد لنا ماذا؟ سيولد لنا مجموعة من الأزمات. نتحدث عن الأزمة البلقانية الأولى، وهو صراع بين العدوين التقليديين، واللذان سيكونان سببا في اندلاع الحرب العالمية الأولى، النمسا وصربيا، حيث أرادت الأولى ضم إقليم البوسنة والهرسك. هذا أثار غضب صربيا التي كانت تتطلع لضم بوسنة والهرسك كدول تتحدث نفس اللغة ولها نفس العرقية، بينما النمسا أرادت فقط التوسع على حساب هذه المنطقة. الأزمة البلقانية الثانية دخلت يعني دول العصبة البلقانية. هنا الصراع بين من؟ الصراع بين الدول البلقان، صربيا واليونان وبلغاريا، ضد الدولة المتدهورة والمتراجعة الإمبراطورية العثمانية. بطبيعة الحال النتيجة واضحة، انهزام الإمبراطورية العثمانية وتخليها عن مجموعة من الأراضي لفائدة الدول المنتصرة. أخيرا لدينا الأزمة البلقانية الثالثة. الأزمة البلقانية الثالثة لها علاقة بالأزمة البلقانية الثانية. لماذا؟ لأنه تلك الأراضي التي حصلت عليها دول البلقان من الإمبراطورية العثمانية، كيف سيتم اقتسامها ومن سيأخذها؟ بطبيعة الحال هنا لن يقع اتفاق بين هذه الدول المنتصرة على الإمبراطورية العثمانية، وستدخل في صراع فيما بينها. إذن سيتكون لنا حلف يتكون من صربيا ورومانيا واليونان ضد بلغاريا. بطبيعة الحال سيكون الانتصار للطرف الأول اللي هو صربيا
ورومانيا واليونان وانهزام بلغاريا، حيث هذه الدول ستقوم باقتسام المستعمرات أي مستعمرة الإمبراطورية العثمانية. إذن هذه الأزمات بطبيعة الحال كانت مؤشر ذال على أن الوضع في أوروبا يزيد احتقانا، لأنه بطبيعة الحال لن يكون هناك اتفاق يرضي جميع الأطراف. إذن هذا بطبيعة الحال ما هذا إلى احتقان الوضع كما تحدثنا عنه سابقا. والحدث الذي سيؤدي إلى إنهاء أو الذي سيؤدي إلى نشوب الحرب كما يعرف الجميع هو اغتيال ولي عهد النمسا فرانسوا فرديناند في زيارته لصربيا، حيث قام طالب صربي بقتله واغتياله سنة 1914. هي النقطة التي أفادت الكأس. إذن النمسا بطبيعة الحال حاورت صربيا من أجل الحصول على المتهمين في قتل فرانسوا فرديناند، لكن هنا بطبيعة الحال نظرا للعداء التاريخي صربيا سترفض. إذن هنا النمسا ستشن عليها الحرب، وبطبيعة الحال ستحرك القنبلة الموقوتة، قنبلة التحالفات. إذن صارعت الدول باقي الدول الأعضاء في الوفاق الثلاثي، يعني أصدقاء صربيا كفرنسا وبريطانيا وروسيا، للدفاع عن ممتلكات صربيا. بالإضافة إلى ذلك تحرك الحلف التحالف الثلاثي الذي تتزعمه ألمانيا من أجل الدفاع عن النمسا، وبهذا اندلعت الحرب العالمية الأولى. نصل إلى نهاية هذه الحصة. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.